مرحبا بكم في حلقة جديدة من ملا شيف لوتويل. وقضيتنا اليوم كالعادة من عند مونوبري، وننصحكم ما تاخذوا كان من عند مونوبري على خاطر تلقاو فيه اللي تستحقوه الكل، وعلى خاطر سورتو أرفق بالأسوام اللي بهم تعملوا أفار، من غير ما ننساو اللي تلقاو ديما في مونوبري ان سيرفيس اكسلون غراس ا اون ايكيب اكويونت اي ديسپونيبل توفر لكم اللي تستحقوه الكل. ومونوبري يضمن لكم ديما القضية الفريشكا متاع نهارها واللي تتبدل على طول النهار من اللحم وخضرة وغلة. غير ما ننساو لي فولاي إلى بوشري، والحوت بتبيع ديما من بحرو. والبولانجري متنوعة والباتيسري تلقاو فيها أعز وأبل ما فما. ومونوبري حط على ذمتكم زادة أن تخي لارج شوا دون تو لي غيون أليمونتيغ إي نون أليمونتيغ، وتلقاو زادة سون كاتالوغ ديسبونيبل سور لو سيت monoprix.tm. وتنجموا تعملوا طلع على لي غيون دو روسي لوبس اللي كل مرة تلقى فيه الالكتروميناجي اللي تتمناه، واللي يكون على فوا تونس و افيكاس وسمو امباتابل. واليوم في المنيو مع شيف دالي عبودة واللي باش يحضروا نو دو كونديدا دون مالا شيف لو دويل. عنا في المنيو غولات دو جامبون، لازاني بالحم المفروم في السالي، وفي الديسير عنا بانكيك على فريز ميال. ونبداو قضيتنا من عند المزرعة اللي ديما ندلتكم، وخذينا ان جامبون دو داند وعظمو فيتا الغني بالاوميغا 3 واللي كل منفعة خاصة للصغيرات. ومن عند ديليس اللي تودكم بأبان لي برودوي ليتيي نستحقو حليب، زبدة، كريم سوبيريور ليكيد وغوتا. ومن عند جديدة الانكونتورنابل شرينا ويل دو مايس ومايونيز كوفروماج اللي يحبوها الكبار والصغار. ومن عند استيكاب اللي تبان ماكلتنا وعمرها ما تفارق كوجينتنا، خدينا هروس باش يعطينا توازويس البنينه وتوما فريش. وللدسير اللي ننصحكم ما تفلتوهش، خدينا لانديسبونسابل بسكوي سايدا اي دي بول دور من عند ثلجة. من غير ما ننساو لي جاتو كابريس، سانز اوبليي بيان سور لا فارين باتيسيير اي لي لازاني من عند ليبيدور على كل نو سوم توجور فيدال. وتوا خليني نقولكم على لي برومو اكسكلوزيف اي لي سيرفيس ايريبروشابل اللي تلقاوهم عند مونوبري، كيما لي سمايلز اللي تنجمو تبعوهم اترافير لابليكاسيون مونوبري سمايلز ديسبونيبل على جوجل بلاي والاب ستور. او مونوبري خمت زادا على ستاسيونمون دو فوتر فواتور. او مونوبري سكرا سكوير تحط زادا على ذمتكم ان باركينغ لستاسيونمون دو فوتر فواتور. وتوا ما نزيدش نخليكم تستناو، نتعداو توت سويت للبلاتو مع ميسا وشيف دالي ونشوفو قداش نو كانديدا طبقوا لي كونسين دو شيف على لاتر، اي سورتو كيفاش كان الكو دي بلا والدريساج وشهية طيبة للناس الكل. عسلامة الناس الكل، رجعنا لكم كيما كل نهار سبت في حلقة جديدة من ملا شيف لو دويل. وكيما كل حلقة معنا دو كانديدا باش يحضرونا ان منيو كومبلي فيه اونتخي بلا وديسير في أقل من ساعة. واليوم معايا شيف دالي. عسلامة شيف. عسلامة ميسا. شحوالك؟ شحوالك؟ لاباس؟ لاباس؟ الحمد لله. الحمد لله. في فورمة؟ إي في فورمة، وجميع زاد عارفين تبارك الله في فورمة. تنشوفوهم من بعد. دونك شيف كيما كل حلقة لي كانديدا لازمهم يحضرونا منيو كامل اونتخي بلا و ديسير، سورتو عندهم نوت على البنة ونوت على الدريساج وعلى الهيجين. وعلى الهيجين زيدوهم نوت على الهيجين، لازم ديما البلان ترافاي نضيف. دونك زيدا كيف كيف ما نساوش اللي زيدا الوقت ساعة برك باش يحضروا فيها لي تخوا بلا هذوما، وما نجمو نعاونوهم كان كي يستحقونا وينزلوا على البوزور. ودقيقة برك، دقيقة اكاهو، مالا خلينا نمشيو نشوفوا شنو عندنا اليوم في المنيو ونتعرفوا على لي كانديدا نتاعنا. اوكي. عسلامة، اسمي ياسين لوكيل، عمري 24 سنة، غرامي كوجينة وسيرتو باتيسخي. قريت باتيسري في انستيتيو باسكال. ايه؟ وتوا نخدم في المنار دو. داكوغ، مالا ضامنين الديسير اليوم؟ إن شاء الله. أي والعشاء؟ توا نتصرفوا فيه العشاء. نتصرفوا فيه، باهي، نحب حاجة بنينة سيرتو.
عسلامه. انا موني عامري، عمري 26 سنه وعامله باتيسري. زيد انت في الباتيسري؟ عندنا جو في الباتيسري، زوج باتيسري اليوم. اي وديجا مغرومه بالماكله وتاتيب بالكدا بكوجينا. دونك زوج قارين باتيسري وتخدموا ومغرومين زيد بالكوجينا. باهي موني، مالا جيب حذينا ياسين، جيب لنا الاوراق اللي بحذاك، خليهم ديما بحذاك، هذوكم راهو فيهم كل شيء. هكيك الشيف يقول لنا شنو محضر لنا في المنيو. المنيو ساهل، نبداو جوست بالحاجه الصعيبه وبعد نخليو الحاجه الساهله كيكا باش يبدا الوقت ديما ما يزربناش. تشد اكثر وقت في الكويسون. دونك في لونتخي عندنا غولا دو جامبون، عندنا جامبون دو داند نتاع المزرعه باش نفخسيوه ونعملوه اون غولات والفخس هكا عندكم. وعندنا في السويت لازانيا سهلة على الأزانة، جست نخدموها خدمة باهية والكويسون صحيح باش هكاكا تجينا بنينة. وعندنا بانكيك فخيز ميل في الديسير، دونك منيو ساهل سورتو ديسير ساهل. وبيسكو انتم زوز في الباتيسخي، دونك أنا باش نحاسبكم على الدريساج وعلى شنو الزيادة اللي باش تزيدوها التوش نتاعكم. بانكيك ساهل على خاطر ما في حد شيء، دونك خلينا نشوفوا شنو باش نستحقوا وتخدموا في عقلكم وحاجه باهي. شايف باش نستحقوا في لونتخي نتاعنا جامبون دو داند المزرعه، ديجا نشوفوا لو باكاجينغ جديد في الدوغي هكايا، كيف كيف عندنا الويل دو مايس جديده، عندنا شان اخر، عندنا الكريم سوبيريور ليكيد والحليب والزبده والفخوماج والجوتا زادا كيف كيف من عند ديليس، عندنا اعظم اوفيتا من عند المزرعه. بعديك اللازاني باش نستحقوا بيان سور لازاني لي بيدور، وعندنا ستيكاب توما فريش والهروس تويزويزا لازمه هنايا فوالا باش تحرحوا لنا شويه. شان اخر شايف عندنا بيسكوي سايدا باش يستحقوا بيسكوي سايدا اللي يستحقوا في البانكيك ديكوراسيون شويه من فوق باش تولينا هكا تقرميشها البنينه فوالا. وبيان سور باش يخدموا لنا البانكيك لازمهم الفارينا لي بيدور، فما الفريز، الحم مفروم، عندكم الفاحات نتاعكم والخضره بيان سور، وكيف كيف كان تستحقوا اي حاجه تنجموا تاخذوها من وراكم من لي باك. وما ننساوش عندنا الجاتو بلاسي كابريس ثلجه، دونك ديجا هو لازم يخرج قبل اوموان ساعتين، احنا ديجا خرجناه قبل بساعه ومازال عندنا ساعه وقت الكونكور، دونك من هنا لاخر الكونكور تنجموا تحضروا هنا وزاد كيف كيف تفنوا في الديكوراسيون كيما تحبوا. اوكي اوكي ان شاء الله. ايا ملا ياسين إجا بحذية، شد البلاستيك بلاستيك كيف كيف موني. عندكم دي كيستيون؟ لا سي بون سي بون. ما تنساوش الوقت راهو اون فوا باش نعطي توب الوقت يبدا يجري، نحب لازاني طايبة البانكيك والغولاد وكل شيء. كل شيء يبدا حاضر. اوكي بالدريساج يبدا به ان شاء الله. سا مارش، مالا نعطيوهم التوب شيف. يلا نبداو. حاضرين؟ حاضرين اي سي بون. شكون باش يربح؟ كيف كيف والله كيف كيف. اوكي 3 2 1 توب. وانا اللازانيا مش خايفه منها، البانكيك كيف كيف. انا باش ناخذ توا البصل نقصو، لو طون نحط الويل دو مايس في يسخن شوي. دونك يظهر لي باش تبدينا باللازانيا. باللازانيا باللازانيا. انا مش كنت بالصوص، صوص طومات باش نقلي البصل والثوم واللحم مفروم. دونك كيف كيف ويل دو مايس جديده. دونك شيف بداو زوز بالصوص تاع فوالا بولونيز نتاع اللازاني، واللي هي يظهر لي تشد اكثر وقت فيها الحم وكل شيء. دونك غادي نخدموا في خدمه صحيحه، نبداو بالحاجه الصعيبه اللي هي بشد لهم الوقت. من بعد يخاو ريحهم في حاجه سهله في ساعه في ساعه دريساج ويخاو ريحهم حاضرين. تو نزيد اللحم مع البصل والثوم يتقلوا مع بعضهم. نحط شويه ثوم. تو ياسين تخدم في باتيسخي ولا كيفاه؟ نخدم في باتيسخي تو. وطيب في الدار ابار معناها خدمت قبل كوزينه مع تريتور، عندي اكسبيريونس صغيره في الكوزينه يعني. اي ومن بعد درت باتيسخي. ومن بعد قريت باتيسخي. وما خير كوزينه ولا باتيسخي؟ باتيسخي خير. باتيسخي خير، باتيسخي لازمها برشا برشا بريسيزيون.
بريسيزيون زيد كاين الكوجينه يقول لك بالعين الباتيسري يظهر لي لازم بالغرامات شويه بالميزان فوالا دابا باش نحط شويه ملح وانت تخدم هنا في باتسخي ولا؟ طوالي لا طوالي بنتي بالدار تحضر لها ليها هيا ميلا البوتي والفطور الصباح ايكا هاش نعم ايكا هاش هاي سالكتها شكون كيفا توا سي بون البصل والثوم واللحم تقليهم مع بعض باش نزيدوا طومات سيكاب دونك توما فريش ستيكاب ستيكاب قشره ديجا مرحيه زدنا الصوص انا بيجي طاب باش ناخذ الطومات السكاب باش نزيدها يخدموا سانكرو شايفه كيف كيف الزوزه كيف كيف الشيف دالي كعطانا المينيو قعدت خايف الوقت ما يزازينيش قعدت بيني وبين روحي منين باش مش نبدا كيفاش باش نكمل مش نخلط نعمل ديسير خاطر بديت انا بالصوص صوص طومات وبعد عملت بشاميل سهل منو ماهوش صعيب وماهوش سهل برشا زاده كمان اللازانيا ما تسميش حاجه باش تعمل زاده روس ستيكاب للتزويز مالا كيفاش جينا الماكله بنينه انا باش ناخذ توا واحدين زوز احبق تفوح اللازانيا بدينا نشموا في الريحه طلعت في البلاتو يا ياسين من غادي كي حكيت الهروس كيف كيف زاده من هنا زيدنا شويه هريسه يا موني شوي خايف على الهروس لا مشيش يتحرحنا برشا يا شيخ لا هذه مش حاره برشا وتبنن بالقدا سمعش الكلام ما سمعش الكلام موني حتى حتى شي يتحرحر هو من بعد وين معاه وين في الجيت انا هو مش حار برشا راهو شايف مش حار برشا يوم مش يبنن الصوص انت والكونتيتي اللي تحطها كان تحط كونتيتي معقوله يعني باش تجي توزويزه البنينه من بعد بيان سور اللي يحب الحار يزيد اكثر دونك بالبويار نتاع السلوبس ديجا الماء سخون ويسرع لنا في الكويسون وي دوب ما غزرت الميوني قعدت نقسم في الخدمه كيفاش منين باش نبدا كيفاش ننظم روحي توا الصوص باش تقعد تشيب على رواحها شنو باش تعديو؟ انا توا باش نعمل الكب كيك بات نتاع الكب كيك خلي لو طون تشيب الصوص بولونيز شنو باش تعمل؟ بان كيك اما كان تحب تعمل لنا كب كيك زاده ما يسالش انا ناخذ في مخي هاك حصلت روحك مالا باش تعمل بان كيك وكب كيك بان كيك ليه انا نحب كب كيك زاده بان كيك اسمع نكملوا الحلقه بعد طيب لي كب كيك ما يسالش نروح بيه معايا فطور الصباح ما يسالش وانت يا ياسين كيف تعدى للديسير؟ لا لا باش نعمل رولات جامبون رولات جامبون ناخذ البول نتاعي هذاك حد ما صبرت مني على الديسير هكا لانسيت المكرونه وسي ويظل ياسين يحب يتهنى من الكوجينه باش يركز بالقدا مع الباتيسكي باهي توا ناخذ الفارينه لي بيدوغ فارينه لي بيدوغ نحط خمسه مغارف فارينه قدر 200 غرام هكاك دونك هنايا الغوسيت نتاع البانكيك فخيز ميال شايف انت اخترت فخيز ميال من نجمو نعملو الكارنيتور كيما نحبو نجمو نبدلو فخوي اللي عندنا نجمو بالاغروم تاع البرتقال دونك نعملو بالبرتقال شوكولا شوكولا خوي سيك اللي عندنا ذكرنا شنو حطيت لنا للبانكيك موني حطيت خمسه مغارف وشويه فارينه قدر 200 غرام هكاك شوي توا حطيت شويه ملح خاطر ديما الملح في الباتيسخي يعطي اي حاجه تحطها تعطي القوم تاعها تخليك تحافظ على القوم توا حطيت مغرفه سكر باه باه باش ناخو الزبده جيليس قصها احكي لنا ياسين شنو قاعد تعمل انا تعديت نعمل في الرولات جامبون
دونك قاعد نحضر في الفارس نتاعي اللي هي فرماج فريدو ومايز وشامبينيون. اها. تحسيش المايونيز؟ المايونيز جديدة بالطبيعة. الحقيقة ما خفتش، حسيت روحي عادي تقول في داري في كوجينة عاملة جو، ما قلت يعني حتى في مخي لي أنا باش نخلط في الوقت ولا حتى قبل. شايف الغوسيت نتاع البانكيك فخيز ميال اللي اخترتينا اليوم؟ صحيحة الغوسيت اللي عطتنا منية؟ قريبة بخيزك. بون، بالنسبة للغوسيت هي سهلة، كعبتين عظم 150 مليلتر حليب وساشي بركة سكر فاني، 150 غرام فارينة ومغرفة صغيرة لوفير شيميك والزبدة بيان سور للكويسون، حتى البوال نتاعنا ديما نعملوا شوية زبدة. كيل كريب هو كيل كريب والحليب. دونك باش نزيدوا حليب ديليس. قداش باش تحط لنا؟ باش نعمل 100 مليلتر. 100 مليلتر. دونك الفرق بين البانكيك والكريب ديجا اصغر. اصغر وينفج لنا اكثر ويطلع شويه، خاطر حطينا فيه لوبيغ شيميك. فيها كتبقبيقات نقول انا. شو نصب توا الحليب. دونك شو تزيدنا مايونيز جديد باش هذيك الكو نتاعها الحمراء فروماج. فروماج توا كعبتين عظم اوفيتا. اوفيتا المزرعة، دونك نزيدو كعبتين عظم. زدنا الحليب. الحليب وما زلت الزبدة قاعدة تذوب. دونك نزيدو كعبتين عظم اوفيتا مزرعة ريش شيف اوميغا 3 وصغيرات يحبوه زادة. باهي. و فوالا باش نحط انا كعبتين الغوسيت. ايه شوف عجونه في الغولات دو جامبون قلوب القارص. شو باش تعمل ياسين؟ دونك باش نعمل صوص بشاميل. صوص بشاميل. قال لك ياسين انا باش نتهنى ما عادش حاشك بيهم نحطهم من غادي ياسين هكاك خلي ديما البلون ترافاي نضيف. حبيت هنا ياسين على ال على الزان على لي بلا وباش يركز بالكدا بالكدا مع الديسير. باش نزيد شويه ملح وفلفل اكحل. وقصيت شامبينيون قصيته صغير خلطتهم هذوما الكل ومن بعد جينا خذيت الجامبون نتاعي وبديت نحط في الفاخس نتاعي وروليت ولازم يرتاح شويه في الجدي. شنو باش تحط لنا فيها الفاخس؟ باش نحط اول مايس شويه. مايس. جينا الوان مزيانه. مشخشخه. شنو اخر؟
حطوا الفريز ليوا باش نحط الشامبينيون بي بون انا باش نقصوا باش نقصوا شويه مهم ما تنساليش الفرماج تنساش المايونيز والمايونيز فاش تلاو جاسين دونك انا باش نبدا تو نستعمل صوص بشاميل بتاعي من بعد نزيد الفرينة ومن بعد نزيد الحليب باهي دونك عندك باش تعمل رو لول مرة باش تعمل رو ومن بعد تصب الحليب على الرو على الرو باهي انا تو باش نزيد المايونيز جديدة Donc, c'est un fromage râpé saveur gruyère de la délice. Ou c'est le fromage frais, maïs ou champignons. Champignons. Ou fawaht. Fawaht. Hadjit, je vais vous donner le jambon de Mazara. Bien, j'ai le jambon de dinde de Mazara. Et après, j'ai fait la sauce blanche. J'ai fait 100 g de beurre ou 100 g de farine. Et après, j'ai fait la halib. ومن بعد زدت شويه كريم ليكيد. اي فيرينا ليبيدور دونك فيرينا ليبيدور. نبداو في الصوص بيشاميل. نبداو في الصوص بيشاميل. شيف اعطينا الغوسيت نتاع الصوص بيشاميل. دونك استيوس نتاع الصوص بيشاميل هو قد الزبده قد الفارينة. ما نعملوش 50 غرام زبده ونعملو 80 غرام فارينة. دونك يلزم قد الفارينة قد الزبده. هي روسيت صحيحه على الليتر حليب يلزمنا 60 غرام زبده عليهم 60 غرام فارينة نعملو الروم تاعنا ومن بعد نصبو الحليب شويه بشويه. نصبو الحليب. واحنا اليوم اللازانيا باش نعملوها قلت لهم الاولاد باش نعملوها ديريكت مانيش باش نعمل نطيبوها اللازانيا في الماء دونك هذاك علاش يستحق نعملوا صوص بيشاميل تبدا ليكيد بالكدا باش تجينا كيكه بنينه دونك هذايا اللازانيا نتاع ليبيدور ما تستحقش انا نصمتوها قبل احنا استيوس هذايا باش نعملوها ماهيش مصموطه في الماء اللي ما عندوش برشا وقت يعني نجم ديريكتومون يطيبها ديريكتومون تبدا صوص بيشاميل ليكيد بالكدا والبولونيز كيف كيف ونخليوها اللي هي كلبا تبدا تشرب بالكدا بشويه بشويه ما تبداش شايحه راني انا شايحه ما تجيش شايحه تبدا صوص بيشاميل ليكيد بالكدا وبعد باش نزيدوها شويه كريم سوبيريور نتاع ديليس دونك هكاك صوص بيشاميل نزيدوها الكريم سوبيريور باش تجينا بنينه باهي سمعت ياسين حبوها لازانيا مشخشخه بالصوص مش شايحه هكا تجينا طرف شايح كيف كيف موني اوكي ان شاء الله حضروا لي غولاد حيت نحطهم في الجديد نعاون فيك حايسك ما نساوش اللي الوقت قاعد يجري انت البان كيك نتاعك قاعد يرتاح باش تعدل شنو هو باش نعمل اللازانيا نحطها في الفوق والصوص بيشاميل وين؟ انا ندخلها الفرن بعد نخلط عليها صوص بشاميل مش يعني صوص بشاميل باش تحط هنا من فوق هكا من فوق تو باش ناخذ اللازانيا نتاع البيدور دونك ماكش تعملنا فرشه بفرشه اي باش نعمل اما مش باش نعمل البشاميل في وسط البات باش نعملها كان جوست من الفوق
نزيدو فرماج فوندو رابي سافور غرويير ديليس تاو باش نحطها في الفرن زيد 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 نزيدك تخافش هو باش يذوب ديجا فوالا ودونك تاو باش تحطها في الفرن تحضر الصوص بيشاميل ومن بعد تحط البيشاميل في الفرن باهي هذه الطريقه شوفوا من غادي انت ياسين باش تخدم كيفها ولا باش تخدم لا باش نعمل صوص بيشاميل دونك فرشه صوص مقرونه وفرشة صوص بشاميل وبعد نزيد مكرونة والفروماج وبعد نعمل من الفوق صوص باهي اوكي باهي شيف مالا خلينا نعطيو الغوسيت نتاع اللازاني شيف فيوند داشي كيفاش تخدمها انت؟ الفيوند داشي ناخذوا كسرونه ونحطوا الزيت والبصل بيان سور نقليو شويه اللحم مفروم بعد ناخذوا صوص طومات اللي عندنا حاضره نتاع ثم فريش نتاع ستيك اب و بيان سور فيحنا سالي هو ملح وفلفل اكحل وريقتين رند وشويه ثوم وشويه بازيليك نخليو الصوص نتاعنا كيف عقلها سله سله تبدا ليكيد شويه وبعد نحضروا الصوص بيشاميل زاد كيف كيف حتى هي تكون ليكيد شويه الروسيت نعاود نذكروا بها اللي هي على قد الفرينه على قد الزبده 60 غرام فرينه 60 غرام زبده عليهم اتر حليب نبداو يغليو بشويه بشويه نزيد شويه فوالا نزيدوا شويه كريم فريش كريم سوبيريور ليكيد نتاع ديليس هكاك تجينا الكريم فريش ليكيد وكريم زيت بنانه بالكدا البيشاميل في كي نحضروا اللازانيا دونك نبداو فرشه بفرشه بيان سور نبداو اول حاجه بصوص بيشاميل على خاطر احنا الباد عندنا ما طيبناهش في الماء انا ديما الباد ما نطيبهاش في الماء نعمل كل شيء ليكيد وهكاك الباد كيف عقلها في الفور سله سله وتجينا بنينه انا دونك حطيت زبده 70 غرام هكاك وباش نحط عليها الفرينه تاع باهي دونك شيف باش نبدا المونتاج نتاع اللازانيا نحط شويه ملح باش يعمل ياسين دونك باش يحط لنا الفرشه الاولى صوص باه بعدنا نزيدو موزاريلا باش تعديو للبيشاميل نعمل شويه بشاميل فوق زيدو فرشة أخرى زين هذا كيما قبيله بالضبط انا حضرت شيف البشاميل نتاعي باش نعاود نجبد لازانيا ونحط عليها مونيا ما شفتكش حطيت حليب انا في صوص بشاميل عملت كريم ليكيد ما عملتش حليب لا شيف نحس الكونسيستانس نتاعها باهيه هكا اما عقده برشا عقده برشا يمكن حطيت حليب مازالت خاطر باش تدخل راهو زيد باش تدخل الفور تزيد تشعلك بالكدا مستحسن طلع حب الحليب ومن بعد نزيدو شويه كريم هذه ها هو هذا ما غير استوس ما غير بوزور هذا بعد بديت في المونتاج في اللازانيا نتاعنا اللي عملت صوص طومات على الاول ومن بعد عملت اللازانيا نتاعنا ومن بعد زدت صوص طومات دونك من الاول حطيت شويه ومن بعد حطيت الباقي الكل الباقي الكل هنا سكرنا علاش الشوا باش تجينا المكرونه نتاع اللازانيا تشرب الصوص بشاميل وتجي طري دونك سكرت لهم نزيد كم موزاريلا لهنا دونك هوني ما عادش تزيد لازان لا ما عادش تزيد ساي حطيت ثلاثة فرشات هكا ثلاثة فرشات ما لا زيد كامل حط لنا الفرماج اللي قاعد الكل انا توا جبت لازانيا حطيت عليها شفتها مونيكي وليت لي شويه
ديما نطلعوا بيشاميل بالحليب من بعد نحطوا الكريم فريش دونك او فينال شيف برسك زوز كيف كيف فريمون حطوا لا كوش امبورطونت نتاع بيشاميل من الفوق هكا صحيح وي صحيح جست حبيت موني تعمل ديما فرشه تاع البيشاميل بين كل بات يلزمنا نحطوا شويه بيشاميل هكاك ما تجيناش البات نتاع اللازانيا شايحه اما هي عملت اسيوس او عملت طريقه اخرى هنا باش نشوفوها احنا نذوقوا كل واحد هوني شايف ينجم يعمل بالطريقه دي انا فيت حبيت نبدل شويه عرفت باه عرفنا عرفت باش نزيد شويه فرماج ديليس اوكي باه تهنينا على لونطري نتاعنا شايف وتهنينا على اللازان بالنسبه للديسير صحيح انا تزربت فيه شويه خاطر الوقت ما زانيش مي بون خرج مش خايب برشا عملت البانكيك بتاعي طيبته من بعد خرجته بالامبورتو بياس عملت دي سيركل وبديت نعمل في المونتاج بتاعي اللي هو خليت البانكيك وعملت معه زدت عليه الميل والفريز وبسكوي سعيده وشويه فيلي دامونت شايف ما فهميش أستوس بشي جونا كعبية البانكيك هكا قد قد الكلهم ساعات نراهم يبدلوا مزيانين نستعملوا لوش يزم خد الدوزة اللولانية وقت اللي حطوها في البوال كيما الدوزة الثانية ما نكبروش اللوش حطوها ما احنا فوق بعضهم هكا فوق بعضهم مش حطوها فوق بعضهم يلزمهم يكونوا كيف كيف قد قد دونك كي نهزوا باللوش يلزم نهزوا الكونتيتي الصحيحة كيما المرة الأولى كيما المرة الثانية كيما المرة الثانية سينون نطيبوهم في امبورت بيس في امبورت بيس يجيونا بالضبط ياسين نحبوا كعبات صغار مش كبار و ارتاحت شويه للبات مزيانين نجم تبدا في الدريساج نتاع الغولي نتاعك خاطر احنا ديجا هوني عندنا دريساج حاضر اربح الوقت لطول البات نتاعك ترتاح خد بوالا تسخن بيان سور اللي باش تخدم فيها البانكيك غوسيت هذايا شيف ساهله تنجم تجي وي كومونتري كيما تنجم تجي هكا تتسربى العشيه غوتي وي حاجة سهلة وحتى للصغار زادة كيف كيف نجموا نعملوها لهم حتى في الصباح وي حتى في الصباح ليك السالي الصباح ما هي ما فيهاش كويسون ما تستحقش حاجة سهلة فيسا فيسا تعمل فوالا توا باش ناخذ بسكوي سايدة باش نرحيه بديت تحضر شايفة مش شم في الريحة مايسا شم شم في الريحة أني ساكتة حد أنا كان سكت معناها راني جوعت صحيت كملت البانكيك اي سي طيب باش نبدا المزيان باه كيفاش باش تعمل لنا الدريساج؟ باش نعمل عندك فكرة ديجا؟ والله باللي موجود باش نحاول نبتكر شوي اي باهي كيما شايف هكا شايف نخرجوا لهم الكاتو كلاسي وقايت يظهر لي نخرجوا دونك عندي لهنا شوكولا كريم برولي كابريس ثلجة ش عندك وين عندي بيستاش ترى نشوف هنا بيستاش نوازيت بيستاش نوازيت بيستاش وهذايا شوكولا كريم برولي خليهم هكا شيف يحضروا في عقلهم باش نحط العسل نحط الفريز اما كان جيو اصغر شويه يا موني يجيو خير اصغر شوي انا يظهر لي وقايت باش تستعمل البوزوغ شعاونك شاف في الدريساج انا ما قلت شيء شقاوش شيء انا عرفت انا حب
كان عندك وقت خاطر يظهر لي عنده فكره شاف باش انا حبيت نعمله كيف ما انا نعرف وهو يقول لي يعني يصلح لي فهمت من بعد ما اعمل بازار وخليه يجي بحذاك وقتاش تعمل بازار نورمالمون مانيش باش نستعمل وعلاش ما تستعملوش عندك بونوس ماهوش نقص في النادرة كونسي هكا عندي ثقة في روحي لا ما برشا يجوا بحذنا شفتش عندي ثقة في روحها ما برشا يجوا بحذنا ما يحبوش يستعملوا البوزوغ ماهيش حاجة خايبة راك تستعملوا البوزوغ معناها أنت عندك بونوس استعملوا فهمت أنا قلت لك ميسا نحب نعمل كيف ما أنا هكا في مخي وهو من بعد يصلح لي هو من بعد يصلح لك كان في الديجوستاسيون مع النوت صحيت أوكي ياسين كمال دراساج هوني وي كمال دراساج اوكي عندنا دونك لونتخي نتاعنا الثانية حاضرة كيف كيف دونك فريز ميل اموند انا باش نبعد خاطر سينو نحب ناكل ها وبعت عليك خليك تخدم في عقلك باش نزيدو شويه زيت وسيترون باهي في سا ياسين راهو ما عادش فما برشا وقت دونك ماذا بيك في سا في سا في سا تخرج لنا كعبيت مزيانين ومستويين سيرتو وصغيرات هو البات برشا وهو باش يحضر لنا كعبيت صغار زعما اللي باش نفضل شنو نعملوا به شو خدي لك كامل ياكل فينا في البانكيك مالا هوني عندنا بانكيك للصباح وهوني عندنا كب كيك للصباح اش قولك شايف اوكي وغدوه نتفاجئوا من الميزان انا وياك نتفاجئوا من الميزان دونك شويه سكر غلاس من الفوق دونك عندكم زاده الديكوراسيون تاع الجاتو غلاسي ماذا بيك ياسين تزرب شويه خاطر كاين شويه بسكوي سايده بسكوي سايده لما سيت سحرية عرفت لا هو لما حلا توا فهمت صحن مزيان اش قولك نغري فيكم شايفه صحن مزيان مزيان برشا هلا هز عليك سافا نجم تاكل مايز لا مش توا خل نستنى الشيف ناكل شي واحد سي بون دونك عندنا لهنا لونتخي والديسير نتاع موني في ياسين مازالك دونك بسكوي سايده باش ترحيه دريساج نتاع اللازاني نتاع الجاتو ثلجة غلاسي كابريس دونك كابريس نتاع ثلجة جاتو غلاسي حضرت لنا شيف اون ريسيت اون استوس ولا اون ريسيت ولا اون ايدي بلوتو سهله برشا موجوده على طول العام في لي سوبر مارشي الكل دونك جوست خرجوها قبل بساعتين من الكونسيلاتور قبل ما نقصوها نقصوها وبنينا برشا شيف فريمون كاينك كاينه حاضره توا دونك عندنا لهنا الجاتو كلاسيك حطو في الجدار خليه يقعد شاد روحو لو طون اللي تفقد لازاني وخرجها باش تعملها دريساج من هنا فيسا فيسا ياسين ما عادش عندك برشا وقت الوقت قريب يوفى ومازلت ما ريتش اللازاني خرجت من الفوق انا ما استعملتش البزار خاطر حبيت نشوف روحي كيفاش باش خرج البرودوي نتاعي في الاخر ومن بعد الشيف يعطيني النوت ياسين قلنا لك عملنا بانكيك صغير عملت لنا كريب اكبر من كريب ما مش نقصوها البانكيك زعما هو عرف كي هو كي الوقت زربه ولا عمل كعبه كبيره وخلى نقصها هكا باش ما يخدش يعمل بالكعبه بالكعبه خاطر هو نورمال هذه لاستوس اللي نشوف فيهم انا هكا يبداو مزيانين اللي يبدا مزروب يبدا في سافي سيعمل فكره زيدها الكعبه ما نسالش على خاطرك لويه لويه ولا كعبه مزيان عندك الاموند والميل فيسا 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 ما عادش فما برشا وقت باش نبدا نحسب الشيف اللازاني نورمالمون اللازاني بردت ولا مازالت مازالت شويه جوست تبرد يقصوها يقصوها ولا يخليوها لنا هكاك الشيف في حابوا يخليوها هكا نقصوا ناكل نقصوا احنا وحدنا ولا يقصوا هما هو نورمالمون يخليوها لنا هكا واحنا نقصوا وحدنا خاطر مازالت ما بردتش ماشي انا باش نبدا نحسب يلا ياسين ما عادش فما برشا وقت دونك تنساش شكر جلاس باش نبدا نحسب سي موني تحطي لنا فوق البلاتو تخرج لنا الجاتو جلاسي نتاعك يوم عندنا بلاتو كامل لازانيا شيف باش نخلصو فيه انا وياك كملوا الكل باهي لي 10 سكوند الاخرانيين باش نبدا نحسب في ساعه ياسين حاشك باش يعاونك شيف ولا
يا مريك مريكن تبارك الله عليهم شحال بعونوهم 10 9 8 7 6 5 99 4 3 2 1 0 فوالا كامل حاطين لك عبيت الفريز والبسكوي من الفوق سي بون انت كمال سي بون جوست باش نجبد الكاتو باهي ما يسالش خليك تجبد الكاتو نخلي ياسين يحط لنا البان كيك نتاعو واللازاني دونك فوق الطاوله للديغوستاسيون نمشيو احنا بوب ونرجعو توت سويت